بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الليمون في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل. فتدل رؤية الليمون ذو اللون الأخضر في المنام للفتاة العزباء على الحصول على العديد من ألوان الخير والرزق الوفير. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بتناول الليمون في المنام، فإن ذلك يعني أنها تتعرض لضغوطات وأزمات مادية في حياتها. وإذا قام أحد الأشخاص بتقديم عصير الليمون في المنام للفتاة العزباء، فإن ذلك يرمز إلى اقتراب زواجها، وتعتبر هذه الرؤية جيدة. وتشير رؤية القيام بقطف الليمون في المنام للعزباء أيضا إلى ارتباطها وزواجها من رجل يتميز بالتدين والصلاح، ولهذا عليها أن تتوكل على الله في اختيارها. وترمز رؤية تناول الليمون ذو اللون الأخضر في المنام للفتاة العزباء إلى ما تمتاز به من أخلاق حسنة. وأما بالنسبة للمتزوجة، فتبشر رؤية الليمون ذو اللون الأخضر في المنام للسيدة المتزوجة بنيل الكثير من النقود. وإذا رأت السيدة المتزوجة أن زوجها يعطيها الليمون في المنام، فإن هذا يدل على الكثير من التغيرات الإيجابية التي سوف تمر بها في حياتها المستقبلية. وتشير رؤية شجرة الليمون في المنام للسيدة المتزوجة إلى ما تمتاز به من كرم وأخلاق مع غيرها من الأشخاص. وتدل رؤية قطف الليمون في المنام للمتزوجة على أن الله سوف يرزقها بحمل جديد بإذن الله تعالى. وفي حالة إذا ما كانت تقوم بقطف أعداد كبيرة من الليمون في المنام، فإن ذلك يعني تسببها للغير بالعديد من المشاكل. وأما بالنسبة للمرأة الحامل، فإذا رأت السيدة الحاملة الليمون في المنام، فإن ذلك يبشر إلى قرب موعد ولادتها. وتدل رؤية تقديم أحد الأشخاص الليمون ذو اللون الأصفر في المنام للسيدة الحامل على معاناتها من أزمات صحية وأمراض. وترمز رؤية الليمون ذو اللون الأخضر في المنام للحامل أيضا إلى أن الله تعالى سوف يرزقها بذكر والله أعلم. وإذا شاهدت السيدة الحامل أنها تقوم بشرب عصير الليمون، فإن ذلك يعني تعرضها للكثير من الآلام والأزمات أثناء فترتي الحمل والولادة. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.